والسلام من كرم الله عليك يا من عزم الله. يا سلام سيد المرسلين صلاة وسلام إمام المتقين صلاة وسلام خاتم النبيين صلاة وسلام شفيع المذنبين صلاة وسلام الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين صلوات الله تعالى وأنبيائه ورسوله وملك عرشه وجميع خلقه على سيدنا محمد وآله وأصحابه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على وصلي على سيدنا محمد في كل وقت المهين وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة وعلى آل بارك الصالحين وعلى آل دارك أجمعين وارحمنا برحمتك يا رب يا رب آقا يا رب الله الله آج چھو میراج احمد مختار صلی اللہ علیہ مرحبا را از چو میرا احمد مختار اللہ صلی اللہ لا وسلم عرش کرسیت از چو محبوب سن حبیب حق تعالی چپان مہمان دار از چو میرا احمد مختار اللہ صلی اللہ لا اله الا سلام جائی جائے چو رحمت پرا از نسیم مدینہ فرحت عالم اسفل عنایت گل راج احمد مختار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہشم درام خوجے پتوہا خوش قدم زام مسجد اقصی پیشوائے جماعت ابرار از چھنا احمد مختار اللہ صلی اللہ
المسلمين وشاركنا في دعاء المؤمنين ونبينا عن نومة الغافلين وارزقنا شفاء عناية وسالة عناية رفاقة سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والألم دافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منشور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والهرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله اسمه وجبريل وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعاشقين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين سائب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي صلوا علي وآلي وصحبي وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل حول من الأهوال مقتهمي دا إلى الله فالمستمسلون به مستملسون بحبل غير منفسمي فاق النبيين من خلق وفي خلق ولم يدعوا في علم ولا كرمي فانسب إلى ذاتي ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عزمي يا أكرم خلق مالي من أنوب به سواك عند حلول الحادث الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا غياث المستغيثين أغثنا ارحم حالنا وارحم ميالنا واحفظ أولادنا واحفظ مالنا واحفظ مالنا واحفظ كشميرنا اللهم انصر كشميرنا فإنك خير الناصرين واحفظ كشميرنا فإنك خير الحافظين وارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين
يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم احفظ قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم نور قبورنا اللهم يسر امورنا اللهم يسر مرادنا اللهم تمم دقاسرنا اللهم نجنا مما نخاف يا خفي الله اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين يا اكرم الاكرمين اللهم اختم لنا بالخير يا ارحم الراحمين هون علينا سكرات الموت وغمرات الموت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم بك اسبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير اللهم يا قاضي الحاجات يا دافي البليات يا شافي الامراض يا حل المشكلات يا منزل البركات يا سامي المناجات يا سامي المناجات يا منجي من الافات والبليات يا مجيب الدعوات دعوتنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بأعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت يا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب استر عيوبنا يا ستار العيوب اللهم حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند القبر حسبنا الله عند المسائل حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الجنة والنار حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربا سهل علينا وعلى والدينا كل اسير آقا سهل علينا وعلى والدينا كل اسير اللهم حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد يا اكرم الاكرمين لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا واقوالنا وافعالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم اغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم انصر المجاهدين بروح القدس يا اكرم الاكرمين كنصر يوم بدر يا ذا الجلال والاكرام كنصر يوم بدر يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصرنا فانك خير الناصرين پروردگار العالمين اي جماعت کرن کام منفتامی کے سفر دیگر قبول سن خدمات برین قبول نا تو منا کے برین قبول کلمات لکر ایجاب زیرو زبر شد و مدد ادب و احترام اندر یم گل دی گئی دمند مف پروردگار عالمین ای دہل و ناسانی در صاحب مالک زند در حاج من تر تر توفتن حدیث اندر دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا خان اس نظرینا حاضرن نظرینا اسواد مدینہ منورہ یہ گھر بات میں مدعی مدینے میں عیال ہے اتواد میں پروردگار عالمین حق ہمسائی ہے رب الکریم دوست رفیق ہے اتواد میں خانہ کعبہ پروردگار عبید اس گھر بات میں تمام انبیاء اعظم انسان صحابہ کبار انسان ازواج مطہرات انسان شہدائے کربلا فرزندان ارجمند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دختران سروری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالمین عبید اس گھر تابع تابعین خلفائے راشدین اولیاء کاملین بالخصوص شیخ نا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ میں کیا چم غم کے میں چم غم دیوان چوز دستگیر دم میں کری مشکل آسانی جناب شاہی حسا پیرو مسارو شم شہن شاہو مسارو شم مچھو سما چانی تو شنی جناب شاہی حسر لچس مسر زمبر بنن لچس مکاستم شر گسی کیا کم چھ سلطانی
جناب شاہ ودر درباری خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نظام دین اولیاء رحمت اللہ بختیاری قاکی رحمت اللہ دیگر اولیاء کامل امیر خسرو رحمت اللہ علیہ بالخصوص بلبل شاہی ترکستانی و امیر کبیر میر سید علی الحمدانی و شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ موتن کری کم ہستی زیر موتن مدوالی کم شیر موتن یسکن پر تبترو تسما مونن سلیا تیر کنیوسو سوید گو چم یارا یار سوید بدم دم پکا یار نیا سم گل گچ کھارا یہ تیمیون یارا تیمیون مکائی سوئی ہو چوئی سوئی ہو آسی سوئی سوئی کرز ہے ہاسو سوئی ہا ساری اندیش تاسی آمیانی زوو پا رنگی بدیو یل شاند ڈل ہس بینی بوئی بدیو یل یاد پہر یار تو اسود نیو گور ملتا مگر مول موج بدیو قیامت ستام کیا کر سوتس کیا کر ہر دس ہر دس لکھ تھو نم تو رئی پت پت پکہا کوئی سائی بھی درد یو سادہ جس میں اس کر ہے دارو یہ موقع شج مولی تو گبر موبر گمام بچھو دنیا دار کالی ہوش گلی تکی ترپ نئی زبر اد شج مولی تو گبر گنڈ نئی لار موچی ستائی کتو چلی دے کھلی مز کڑیو چاریت آخ مرگ شربت چن رسلو گلی دے سلی کنڈیا چاہ کہیں گئی صاحبو جانے میرے کہیں گئی زیرے اکی گمراہ سوئی ہو چھوئی تئی سوئی ہو آسی سوئی سوئی کر زہے ہاں چالن حباچی وزمل تترٹائی چالن حباچی مدنس گٹکا چالن حباچی پربتس کرن ہٹائی چالن حباچی منزت سننا چالن حباچی ایک وڈکین زہر کار ہاں پانی میں دو دو زخت آون تیم دو دب ہزاس کت کتوئی گناہ پننی پانی مارن تیم دو دب ہزاس کت کتوئی نا پرمانن داری رکت پکناون تیم دو دب ہمزاس کت کتوئی کندلیو کرت میونی کین چادی زہے تن زیوتے چنا کشت کہنا چونی وامیانی زو پا یس پیتو وامیانی زو پا یس پیتو ادر درباری حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مقدومی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت سشوبان پیر سو مچمز رٹیت کشمیر سو وچ وچ سلان ظلم و ستم سلطان گم از کاستم ادر درباری بابا داودی خاکی رحمت اللہ علیہ کرت خاکی اس یس نظری انایت میں کردم سوئی اک نظر شیخ حمزہ پھلے باگ دل کوئی انایت بنیم ید میی وند باگ اس بہار شیخ حمزہ ودر درباری حضرت سید احمد کرمانی قدبی ربانی رحمت اللہ تعالیٰ سید محمد حسین شیرازی رحمت اللہ علیہ سید حیدری تلملی رحمت اللہ تعالیٰ دیگر اولیاء کاملین بزرگانی دین اولیاء اولین و آخرین پروردگار عالمین سارین دربار مزواتنا بالخصوص رب الکریم ایم خان کن اروحن واتنا لری لری واتنا انگ انگ واتنا پیرن استاد انسان سانم رہبر انسان یم گرکن مرشد انسان یم زند تیم پوشنا یم درائی تیمن کر مغفرت آگاہ کروٹ 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 جنت نصیب سانی کلمات واتنا رب